رحنا إلى البندر في شهر شعبان، نشتي نبيع القات لكل خرمان. بأغنية شعبية حورها بطرافة، بدأت فيديوهات الفنان الواعد عمر ياسين بالانتشار بعد سنوات من عمر موهبته المطمورة في ركام الإهمال الرسمي وغياب المؤسسات الثقافية. ما دام الدولة ما رعتناش، أنا لازم أفكر بحاجات اللي هي ممكن أنا أظهر نفسي من نفسي للناس. بكاميرا جواله كمنصة متاحة وبصفحته على فيسبوك الساحة المفتوحة للجيل الجديد، صارت الأغاني الطربية التي يؤديها عمر ياسين حديث معجبيه وقد بلغوا عشرات الآلاف. يا عون الغريب سلام عليك أحمد، يا حبيب حبيبي سلام عليك، يا عون الغريب سلام عليك. بداياته على خطى كبار المطربين كعضو في فرق الإنشاد الديني والتواشيح، وله قصته الخاصة كشاب جامعي يعشق الفن منذ صغره، وله طموحات يتمنى أن توافق اجتهاده وإمكانياته. أنا أطمح إلى أن أفعل افتتح استوديو إذا لاقيت الإمكانية والدعم المتاح، أن أنا أفتح استوديو وأحتوي المواهب. ضعف الإنتاج الفني في البلد جعل الرصيد الخاص لعمر أغنية واحدة وكانت عن مدينته التي يحب. يا قبلة معشر العشاق، يا تحفة صاغها الخلاق. مجهودي الشخصي اضطريت أن أنا أعمل وأشتغل عشان أجمع المبلغ اللي بيكفي وبيوفي أن أنا أنتج هذا العمل. بالإضافة إلى الإمكانيات الإنتاجية، يحتاج عمر إلى الرعاية العلمية وإلى نخبة فنية في التلحين والشعر الغنائي تستثمر إمكانياته المبشرة بفنان مختلف. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.